دي ازي هتفضلي يا حضرتك ستنا دي. عامله ايه؟ الحمد لله والله. لو سمحت يا دكتوره، معلش في موضوع متعبني انا وتعب كل اللي في البيت اتفضلي يا بخصوص فندم، ابني. يعني اتفضلي. هو عنده 26 سنه دلوقتي، وهو قعد بقاله 3 4 سنين دخل في مخدرات مع اصدقاء السوق، يعني علموه كده، فهو تعثر في الجامعه وكده يعني. لكن اليومين دول من رمضان اللي فات ربنا هداه، وبقى يقرا قران ويصلي، بيقطعش فرض، وبيجيب حاجات على النت ويقعد يعني يسمع قران وبتاع ويبكي وكده، يعني اتغير يعني. بس هو المشكله ان هو جاي له وهم ان احنا كلنا بنراقبه، ان مترصدين له، يعني حاسه ان في اضطراب نفسي شويه. يعني ما بيقطعش فرض وبيقرا قران، بس قاعد مع نفسه ومتجنبني انا وباباه واخته، وحاسس ان انا جات لي رساله من عند ربنا، وانتوا قطعتوا الورقه اللي كان مكتوب فيها الكلام ده، انتوا خدتوها من ورايا. حاسه ان هو مضطرب كده ومش عارف يتكلم معانا قوي. يعني ايه جات لي رسالة من ربنا؟ مش عارفه، عمال يقول انا جات لي رساله، وانا كتبت الكلام اللي جاي في الورقه وانتوا قطعتوه، وحرام عليكم، وربنا مش ما هيسيبكم. انا برضو ليه انا بتاخدوه طبعا من ورايا؟ اسال نعم الله له الهدايه، لكن انا مش عايزه الافراط قوي فيبتدي ايوه. هو يعيش اوهام. تمام. طب احنا يا دكتوره مش راضي يروح لدكتور نفسي مش راضي يروح، انتوا وناقص، تروحوا، انتوا تروحوا وتسالوا الطبيب نتعامل ازاي معاه. احنا نروح. انتوا تروحوا، هتروحوا لاي متخصص فاسالوا اهل الذكر، اهل الذكر في المجال النفسي، نروح نساله نقول له يا دكتور احنا مثلا الوضع كذا مع ابننا، والمساله انه انقلب من كذا الى كذا، لانه برضو ان الانسان من لا شيء يدخل يبقى كل شيء، اذا ما كانش الدخول فيه برفق زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال، الموضوع ينقلب للعكس، اما افراط في الشده او افراط في الانحراف، فاحنا عايزين الوسط عشان الإنسان لا ينحرف يمين ولا يسار. دائما بنقول إن الفضيلة وسط، فضيلة وسط، كلاهما رذيلة، طرفينها رذيلة، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط في إن أنا أكون متزمت وأبقى فاهمة إن ده دين، أو إن أنا أتسيب فأقول لك لا أنتوا شددتوا علي. الوسط بيخلي الإنسان ماشي متزن. فإذا أنا أفرطت بيجي لي حتة عدم الاتزان، بجانب إن إحنا نعلم إن اللي بيدخل في سلك المخدرات كما حضرتك تعلمين بيحتاج له علاج نفسي لفترة ومراقبة نفسية، حتى لو كنا إحنا اللي بنروح للطبيب المعالج أو الطبيبة المعالجة، فنسأل إزاي إحنا نتعامل مع هذا الشخص. اسألي الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، ادعي ربنا بكده وإن ربنا يهديه سواء الطريق، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يهيئ لك وله وللأسرة كلها من أمركم جميعا رشدا بإذن الله. سلام.